بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان الجو هيكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء، وفي كمان أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وكمان أمطار متوسطة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي. وطبعا إحنا بدأنا الأجواء الشتوية وفي مظاهر بنشوفها دلوقتي من أمطار، وكمان سمعنا أن في صقيع النهاردة في بعض المناطق، فطمنينا على حالة الطقس خصوصا في المناطق الحدودية. بالفعل إحنا بدأنا نشهد انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبيحجب جزء من أشعة الشمس وبيساعدنا أكثر على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترات الليل هتراوح ما بين ال 13 وال 14 درجة مئوية، يعني هنحس بالطقس فترة النهار طقس شتوي لطيف على أغلب المناطق الشمالية، يعني معتدل الحرارة على المناطق الجنوبية. خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس الأجواء هتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، فناخد بالنا من انخفاض درجات الحرارة فترات الليل المتأخرة، بالإضافة كمان فرص الأمطار اليوم مستمرة معانا، يمكن إحنا في ال 72 ساعة الماضية شاهدنا سقوط أمطار متفاوت الشدة، متوقع إن هو يكمل معانا اليوم إن شاء الله على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، الأمطار هتكون أمطار متوسطة وقد تغزر أحيانا خلال فترات المساء على سواحلنا الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. الأمطار أيضا هتمتد لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض المناطق كمان من خليج السويس ومدن القناة، لكن الأمطار في المناطق المذكورة دي هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، يعني بعض الأماكن هتكون عليها خفيفة وبعض الأماكن هتكون عليها متوسطة، وهتكون على فترات متقطعة من اليوم، وقد تمتد كمان الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد. الأجواء الشتوية دي هتكمل معانا غدا الاثنين إن شاء الله، لكن كميات الأمطار هتقل على اللي هنشهدها اليوم، كمان درجات الحرارة مستمرة معانا في انخفاض على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله. مع يوم الثلاث هتبدأ نشهد يعني انحسار لفرص سقوط الأمطار فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهتعود تاني الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية اللي بتظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة وللعظمى فيها 19 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-14، اسكندرية 18-15، العلمين الجديدة 18-14، مطروح 19-14، دمياط 20-14، بورسعيد 19-15، الإسماعيلية 20-12، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 13، العريش 20-14، كاترين 19-4، طابة 18-15، حلايب 24-18، شلاتين 26-16، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-16، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 14، بني سويف 20-13، الوادي الجديد 23-13، أسيوط 21-10، سوهاج 21-11، قنا 21-12، الأقصر 23-12، وأخيرا أسوان العظمى 25 والصغرى 13. ودي كانت الأحوال الجوية النهاردة وتفاصيل حالة الطقس النهاردة وكمان درجات الحرارة المتوقعة. نخلي بالنا أن في أمطار ممكن تبقى كثيفة في بعض الطرق أو المناطق من الجمهورية، نخلي بالنا على الطرق السريعة ونراعي نلتزم بالإشارات المرورية بتاعتنا والتعليمات المرورية، كمان نحافظ على المسافة بيننا وبين العربيات التانية، نبعد عن أي تجمعات
مائية، ويعني نبعد كمان عن أعمدة الإنارة حفاظا على سلامة الجميع. بنرجع مرة تانية لأحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.